بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه وقد أعرب سموه في البرقية عن خالص تهني بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار منوها سموه بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين